طلب الخير، معلش على ما طلعت من العيادة ورديت فتأخرت عليكم موضوع اليوم، بجاوب على أسئلة ليزر إزالة الشعر. إيش كثر سألوا أي أفضل ليزر إزالة الشعر المنزلي أو العيادات؟ وليزر إزالة الشعر العيادات كم جلسة نحتاج عشان يختفي الشعر نهائيا؟ إيش كثر سألوا عن الشعر الوبري، نشيله ما نشيله؟ شعر الوجه نشيله ما نشيله؟ إيش كثر سألوا عن حروق الليزر، هل نسوي تان ما نسوي تان؟ ألم الجلسات، ليزر إزالة الشعر في الإبطين هل صدق يزيد الشعر ويزيد التعرق أو لا؟ الأطفال اللي عمارهم 13-14 وتحت، بنت عمرها 9-10-12، شيلها ليزر آمن مو آمن؟ هل يسبب سرطان الليزر ما يسبب؟ الحامل تسوي ما تسوي؟ المرضع تسوي ما تسوي؟ كل هالأسئلة. أي أفضل، الليزر المنزلي أو ليزر العيادات لإزالة شعر الجسم؟ الأفضل ليزر العيادات. كم جلسة نحتاج أو تحتاجين عشان يختفي الشعر نهائيا من جسمك؟ ليزر ما يخلي الشعر يختفي نهائيا من الجسم، لكن الطبيعي أن تسوين جلسة كل شهر مدة 6-7 جلسات، بعدين تنتظرين سنة سنتين على ما يرد الشعر إلى الجسم مرة ثانية. هل هذا الشيء ثابت عند الناس؟ لا، كل بنت يختلف على حسب نوع الجسم، نوع الشعر، والهرمونات من داخل، والعلاجات اللي تاخذها. في بعض البنات يرد لها الشعر بعد سنة، في بعض البنات بعد سنتين، في بعض البنات بعد 3 سنوات. وأيضا يعتمد على نوع الليزر المستخدم، إذا كان مثل ليزر الاندياق يطول على ما يرد الشعر مرة ثانية، إذا كان ليزر الأليكس يرد أبتشر شوية. أنواع الليزر الحديثة الحين صارت ميكس، فيها أليكس وانديياق، فيختلف على حسب نوع الليزر. هل تنصح نشيل شعر الوبري بالليزر؟ الشعر الوبري هو الفيلس هير، الشعر الخفيف اللي يطلع في الوجه، يطلع بالأكتاف، يطلع بالظهر. ما أنصح نشيله بالليزر العادي التقليدي، ممكن نشيله بليزر كيو سويتش اندياج، اما نشقره او نحرقه بهذا النوع من انواع الليزر اللي سميته قبل شوي. والافضل من هذا النوع من الليزر، الافضل شيء يعني انه ما نشيله بالليزر نهائيا، ونشيله بطرق اخرى تقليديه مثلا موس او مثلا بواكس او حلاوه وشيره اذا كانت بشرتكم مو حساسه. بالنسبه لشعر الوجه ايضا ما انصح تشيله بالليزر، لانه يعتبر ايضا شعر وبري، والأفضل أن نشقره بكوسوتش اندياق أو أن نشيله بطرق تقليدية أخرى، الواكس، حلاوة، موس إذا كانت بشرتكم محساسة بالواكس الحلاوة، إذا كانت حساسة موس. طرق تقليدية أخرى أفضل من الليزر لشعر الوجه، لكن ما تشيلون شعر الوجه اللي هو كريم فيوسيدين مرتين في اليوم لمدة 3 أيام. مثل ما أنتم عارفين حروق الليزر منتشرة انتشار رهيب بين العيادات، شلون تجنبونها راح أقول لكم شلون. أول شيء لا تسوون تان وتسوون الليزر، انتبهوا، التان السبب الرئيسي والأول لحروق الليزر. الشيء الثاني اللي ياخذون روكتان يبلغون العيادة عشان إذا وافقوا أن يسوي لكم ليزر على الأقل يقللوا لكم الباور مالت الليزر عشان لا يحوشكم حروق. حاشتكم حروق تستخدمون مرتين في اليوم لمدة أسبوع إما فايتو أو ميبو، في مادة الألمنيوم لتقليل التعرق في الإبطين. الليزر ما يسبب سرطان، على حسب الدراسات ما سبب ولا حالة سرطان واحدة في العالم. الليزر آمن للأطفال، الليزر آمن للمرضع، الليزر آمن للحامل ولجنينها وما يسبب مشاكل للجنين. ليش بعض الحوامل يقضبون من الباب، بعض العيادات ما يسولهم يرفضون؟ الموضوع ميديكليجل يعني له علاقة بالمسائل القانونية، لكن هو علميا وطبيا آمن. هذه كلها تفاصيل الليزر، وموفقين خير. إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب، عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر. شوفكم على خير.